بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه مكملين مع بعض في اساسيات الرياكت. هنتكلم النهارده عن الرياكت بوت ستراب والستايلنج في الرياكت بشكل عام. طيب ايه هو الستايلنج؟ الستايلنج اللي هو الشكل، يعني مثلا انا طبعا الشكل ده عندي كانه كود اتش تي ام ال عادي، انا عاوز بقى اعمل شكل كويس عشان اعرف اعمل قائمه زي دي، عشان اعرف اعمل حاجه زي كده كانه موقع بجد. طيب تمام، احنا خدنا الطريقه العاديه ان انا اعمل كلاس انلاين كلاس اللي هو ده، او ان انا اعمل كلاس خاص بيا واكتب كود سي اس اس عادي جدا. طيب طبعا احنا في الكورس بتاعنا مش هنركز على كود السي اس اس ولا على الستايلنج بشكل عام، احنا تركيزنا الاساسي هيكون على الرياكت نفسها والفانكشناليتي، او ان انا ابرمج موقع. تمام، اما بالنسبه لموضوع الستايلنج احنا مش هنركز عليه بنسبه 100% لانه موجود شرح ليه في كل حته. طب احنا هنعمل ايه؟ في حاجه جميله جدا، الناس اللي طبعا اكيد انت عارف اتش تي ام ال وسي اس اس وبوتستراب. تمام، ففي مكتبات جاهزه موجوده للرياكت عشان تدينا ديزاين جميل وجاهز باقل مجهود ممكن بدون ما نقعد نكتب ستايل سي اس اس طويل عريض، لا انا هستخدمها على الجاهز. طيب المكتبات اللي عندنا، اشهر مكتبه اسمها رياكت بوتستراب، هي نفس مكتبه البوتستراب العاديه بتاعتنا بتاعت سي اس اس، ولكن المره دي مخصصه للرياكت. تمام، فهي اللي احنا هنستخدمها في الكورس ده نعمل بيها ستايلنج باذن الله. طيب هنيجي نكتب طبعا مبدئيا قبل ما نشوفها، في عندنا كذا لايبرري تانية بتعمل ستايل زي الماتيريال يو اي وزي السيمانتيك يو اي، وفي مكتبات تانية مش مشهورة، فانت لو هتستخدم اي مكتبة تانية منهم متعود عليها مفيش مشكلة، استخدم ماتيريال يو اي، كلهم نفس الفكرة، طلع الديزاين بالطريقة اللي انت عاوزها. لو انت مش عاوز تستخدم بوتستراب اصلا وحابب ان انت تكتب السي اس اس بتاعك براحتك، انا اللي يهمني ان احنا شغل الرياكت نفسه او الجافا سكريبت الفانكشناليتي بتاعتنا ازاي اخزن داتا، ازاي اعرض داتا، ازاي اعمل الكلام ده كله، ولكن كستايل اعمل اللي انت عاوزه مفيش اي مشكله. تمام، طيب ولكن يفضل تستخدم الحاجات اللي جاهزه زي كده، ولكن ما تستخدمش الحاجه الجاهزه وانت مش فاهم، يعني ما تبقاش انت مش فاهم اصلا يعني ايه سي اس اس وتروح تستخدم الستايلات الجاهزه دي، هتعاني فيما بعد. ليه؟ لانك انت هتحتاج تعدل فيها، هتحتاج تزود عليها حاجه، فيفضل ان انت تكون فاهم اتش تي ام ال وسي اس اس اساس قوي جدا، ثم تتعلم بوت ستراب، ثم تستخدم مكتبه رياكت بوت ستراب هنا جوه الرياكت عندنا. طيب عشان نستخدمها بنستخدم امر ان بي ام انستول، ده بنستخدمه عشان ننصب اي مكتبه في مشروعنا الرياكت وبنقول له رياكت بوت ستراب. طيب ايه هي الرياكت بوت ستراب؟ هي سي اس اس لايبرري، يعني مكتبه سي اس اس بتدينا تصميم سهل. طيب ايه شكل التصميم؟ يعني لما استخدم الرياكت بوت ستراب بتدينا الزرار ده شكله جاهز، وده وده وده، والكارد ده بتدينا حاجات كتير جدا شكلها جاهز بدون ما انا اتعب نفسي. تمام، ممكن طبعا اعدل في الحاجات دي فيما بعد. نيجي في جوجل هنا نكتب رياكت بوت ستراب، هنلاقي اول نتيجه هتظهر لنا، طبعا ده الموقع الرسمي بتاع رياكت داش بوت ستراب دوت جيت هاب دوت اي او الموقع ده. فطبعا هو بيقول لك ان هي اشهر مكتبه مستخدمه في الفرونت اند هي الرياكت بوت ستراب. هنجيب جيت ستارتد، جيت ستارتد عشان ننصبها عندنا، نلاقي الامر ده اللي هو ان بي ان انستول رياكت بوت ستراب، وهنا الاصدار ده اخر اصدار موجود، ولكن انت بما انك انت بتشوف الفيديو في وقت تاني فممكن تلاقي اصدار مختلف مش هتفرق، فهتاخد الامر ده كده كوبي وتروح عندك هنا. طبعا انا فاتح هنا تيرمينال جديد، يا اما في حركه تانية ممكن تعملها، ممكن نشيل ده كله خالص ونعمل تيرمينال. طبعا انا كده ده في تيرمينال قديم شغال عندي، ممكن اوقف السيرفر، ادوس كنترول سي فكده السيرفر بتاعي وقف. ماشي، واجي هنا اقول له اخد الامر ده كده كوبي اهو اللي هو ان بي ام انستول رياكت بوت ستراب واخر اصدار موجود، فهو طبعا هياخد شويه وقت لحد ما ينصبها، ثم اعمل لها امبلمنت في الكود عندي. يعني انا نصبت المكتبه دي، فبالتالي مجرد ما نصبها اي مكتبه نصبها هنا هتضاف عندي هنا، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض، بس طبعا بعد ما تخلص تنصيب. تمام، فنتكلم شويه عن الرياكت بوت ستراب. فلو جينا مثلا نشوف الكومبوننت او الحاجات اللي هو بيديها لك جاهزه، عندنا هنا كل العناصر بتاعه الويب او غالبيتها العظمى، ليكن مثلا نافار، فادي شكل نافار، هو بيديك الكود بتاعه، بيديك الكود بتاعه على شكل جي اس اكس. تمام، لو جينا مثلا نشوف اي نافار تاني اللي هو وليكن مثلا ده تابس او ايا كان بقى، تعال نشوف مثلا نافار اهو، ده شكل نافار، ده شكل نافار تاني اهو، ده قايمه. فاحنا ممكن طبعا نستخدم الحاجات دي على الجاهز، ليه؟ لان هو بيدالك ريسبونس، فادي شكل نافار جواه
ده مثلا حاجة جميلة جدا، او ده اشهر حاجة بيتم استخدامها، ده الكود بتاعه. احنا كل اللي احنا نعمله هناخد الكود بتاعه ده كوبي، وهنعدل بس المسميات، وممكن نعدل اللون، وممكن نعدل الكلام ده، بدل ما نقعد نوجع دماغنا ونكتب الكود ده من الصفر ونضيع وقت فيه، واحنا الكورس بتاعنا اصلا معمول عشان يركز على الرياكت. طيب طبعا هو قال لك ان هي طبعا تم التنصيب، عشان تتاكد ان هي تم التنصيب بنجاح هتلاقي هو هنا بيقول لك رياكت بوت ستراب، وقال لك الاصدار بتاعه. اي حاجه استخدمها في الرياكت لازم اقول له امبورت فروم رياكت بوت ستراب، فزي ما انا هنا باجي اقول له رياكت امبورت فروم رياكت دوم، هنا لازم اقول له اسم اللايبرري. طيب انا كده نصبتها، عشان بقى استخدمها بعمل ايه؟ تعالى نرجع تاني للجيت ستارت، هو هنا بيقول لك اتفضل نصبها. طيب تعالى بقى هنا ننزل بيقول لك السي اس اس الكود بتاعها. طبعا البوت ستراب هي في الاخر ملفات سي اس اس، فالبوت ستراب كلها مضغوطه في الملف ده اللي هو بوت ستراب دوت من دوت سي اس اس، فهاخده كده كوبي. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت ممكن تعمله انكلود في ملف الاندكس او ملف الاب. طب ليه؟ انا هخليه في ملف الاندكس عشان طبعا ملف الاندكس جواه الاب، والاب دي اللي هي فيها المشروع بتاعي كله، فانا عاوز لما استخدم في اي حته في المشروع كلاس من كلاسات البوت ستراب يظهر عندي، فبالتالي باجي هنا واحط له الملف ده. طيب انا كده قلت له استخدم لي ملف السي اس اس. طب انا بقى الصفحه او السنجل بيج ابلكيشن بتاعتي موجوده كلها جوه ايه؟ جوه ال اتش تي ام ال، وطبعا انت عارف في ال اتش تي ام ال احنا بنربط السي اس اس بتاعنا بالطريقه دي، فنفس الكلام هجيب ننزل تاني تحت كده هلاحظ ان هنا عشان تربط ال HTML بالبوت ستراب بتاخد اللينك ده كده كوبي اهو، طبعا اللينك ده مش هيتغير، وتحطه هنا مثلا زي كده. فكده احنا بما اننا عملنا الحركتين دول فنيجي نستخدم البوت ستراب في اي مكان عندنا هنلاقيه شغال سليم. طيب انا هنا كنت قلت لك ان احنا ممكن نعمل الاشكال دي، فاحنا ممكن نيجي نعمل ايه هنا في البوت ستراب في الاب عندنا؟ بدل مثلا دي تعالى نستخدم الباتون. بص مجرد ما انا عملت الباتون جاب لي الباتون كملها لي وجابها لي ان هي جايه منين، جايه لي من البوت ستراب. تعالى كده ندوس فبص قال لي امبورت باتون فروم بوت ستراب. طبعا احنا المفروض اسمها رياكت بوت ستراب، فلازم نديها الاسم الصحيح بتاعها. فهنا انا قلت له باتون وليكن كليك مي، بس كده بدون اي حاجه، بدون اي كلاسات سي اس اس ولا اي حاجه. تعالى نشوف النتيجه. طبعا انا كنت موقف السيرفر بتاعي انا اسف. تعالى هنا npm start. طيب السيرفر بتاعي اشتغل، هنا جايب لي ايه؟ كليك مي الزرار اللي انا عملته بالشكل ده، طبعا انضف بكتير جدا من الباتون العادي. نيجي هنا بقى نديله شويه كلاسات، كلاس نيم عندنا كلاس وليكن اسمه بي تي ان، وكلاس تاني اسمه بي تي ان دانجر، ماشي. فطبق لي على طول الكلاس بتاعي. طب انا بقى هل انا هقعد احفظ اسامي الكلاسات والكلام ده كله؟ لا طبعا اكيد. هنيجي هنا في الكومبوننت مثلا، نيجي في الباتونز، ماشي، هنلاحظ عندنا هنا كل اشكال الباتونز اللي انا محتاجها. فلو انا جيت خدت ده كده كوبي اهو، ده كده ايه؟ كود جي اس اكس، هو الراجل كتر خيره مديهولك، فاحنا هنيجي ناخده ونحطه مكان الباتون ده ونعمل سيف. طبعا هو بيحط مسافه، يعني العلامه دي يعني كانه بيقول سيف لي مسافه. طيب تعال نشوف الاوت بوت بتاعي. حط لي كل الزراير جنب بعض. كل الحكايه ان هو استخدم الخاصيه اللي اسمها الفيرنايت. الفيرنايت دي اللي هو الـ 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 الشكل او اللون بتاعها، او ممكن ان انا احط كلاس نيم زي ما انا كنت عامل، الاثنين بيشتغلوا صح. تمام ده كده بالنسبه للباتون، فانا كده استخدمت باتون جاهز. طب لو انا بقى استخدمت حاجه تانية غير الباتون، يعني مثلا خلى عندنا باتون واحد وليكن استخدمت مع الباتون ده، ده الباتون اللي هو ايه؟ الاوتبوت الاوت لاين اسف. تعال نستخدم مثلا، لا انا مش عاوز استخدم باتون، انا عاوز استخدم اي عنصر تاني وليكن البادج اللي هو دي. فتعال مثلا نجيب البادج اللي هو اتش 3 عشان ما يبقاش كبير قوي. تعال نحطه هنا جوه اتش 3، استخدم البادج كويس. طيب البادج هنا ده عشان استخدمه جاب لي هنا ايرور. طب عشان ما يجيبليش ايرور لازم اجي هنا فوق اقول له هات لي البادج فروم رياكت بوت ستراب، فكده قرا معايا سليم. فكده هنا دي عمليه ديستراكشرنج للبوت ستراب، يعني انا عندي في الرياكت بوت ستراب في عندي عناصر كتير جدا جوه السي اس اس، انا استخدمت منها الباتون والبادج. تعالى كده نجرب.
فبص عمل لي الشكل ده على الجاهز. طبعا هنا البادج ده لو لونه مش عاجبني ممكن اخليه برايمري مثلا، فبي جي دي يعني اختصار لكلمه باك جراوند اهو. طبعا ممكن بقى تخش تقعد تقلب في الموقع، هتلاقي اغلب الديزاينات او الحاجات اللي انت مثلا الكاردز، اغلب الحاجات اللي احنا هنحتاجها ده كارد مثلا. كمثال تاني اهو، هناخد الكود بتاعه كده كوبي ونمسح كل اللي احنا عاملينه عندنا في الجي اس اكس بتاعنا ونحط كود الكارد بس. طيب الكارد لازم ان احنا نعمل له امبورت اهو، بما اننا عملنا له امبورت فكده خلاص. فطبعا هو استخدم كلاس جهاز اسمه كارد، اداله ويدث 18 ريم. طبعا انت عارف الريم دي يعني ايه، الريم دي اللي هي وحدة قياس الفونت، يعني الفونت عندي 10 بكسل فيبقى الريم بتاعي ب 10، ف 18 في 10 ب 180 بكسل، ده مثال بسيط. فهو هنا مستخدم الانلاين ستايل، وهنا عمل الصورة جوه الكارد بتاعنا. طبعا الكارد بدون صورة فشكله مش حلو، فممكن نقول مثلا ايمج لوجو او اي حاجة، ممكن نجيب اي صورة مثلا زي كده وليكن دي نحطها جوه البروجكت بتاعنا. طبعا حجمها كبير جدا، ولكن احنا هنعرف ان احنا نعمل لها، نقول مثلا هنا لوجو. حقيقة طبعا موجودة فين؟ موجودة في الديسك توب بتاعنا، فاحنا ممكن نيجي زي كده هنا. طيب احنا الصورة دي عندنا حلين، ان احنا نحطها في ملف البابليك ماشي، يا اما ان احنا نعمل فولدر منفصل نسميه ايمج، وده انا بفضله، ونحط كل صورنا جواه تمام. فتسهيلا دلوقتي عشان نختصر في الوقت، فانا هحط جوه فولدر البابليك، وبعدين طبعا جوه البابليك ده ليه؟ اشمعنى البابليك؟ عشان اي حاجه جوه البابليك بقدر اوصلها بصوره مباشره. فنيجي هنا الاس ار سي بتاع الصوره بتاع الايمج بتاعتنا، هاجي هنا اكتب له اسم الصوره مباشره، الصوره اسمها ايه؟ لوجو دوت بي ان جي. فهو بالتالي هيروح يجيبها، يدور جوه فولدر البابليك هيجيبها ويحطها. تعال نشوف الاوت بوت بتاعنا، هنلاقي فعلا الكارد بتاعنا موجود. فده باختصار شديد فكره الرياكت بوت ستراب. احنا طبعا ممكن نعمل نفس الكارد ده، وممكن نعمل نفس العناصر دي عن طريق السي اس اس العادي جدا، ولكن احنا اختصارا للوقت بنستخدم الرياكت بوت ستراب، وليك مطلق الحريه ان انت تستخدمها او ان انت تعمل السي اس اس الخاص بيك، او تستخدم ماتيريال ديزاين او السيمانتيك يو اي. بس احنا طبعا بنستخدم الرياكت بوت ستراب لان هي اشهر واحده واكثرهم استخداما، وهي اكتر واحده فيها دعم وفيها سبورت في الكوميونتي بتاعتها. طيب و 99% من الحاجات اللي احنا هنحتاجها هي هتبقى موجوده جاهزه. هنشوف طبعا الكلام ده على مدار الكورس بتاعنا. فبعد كده هتعامل على طول ان انت فاهم الرياكت، ان انت فاهم البوت ستراب اسف. فلو انت مش مذاكر بوت ستراب و اتش تي ام ال و سي اس اس، من فضلك اقفل الكورس وروح ذاكرهم الاول، مش هياخدوا منك وقت كتير، ثم ارجع للكورس ده مره تانيه، عشان احنا مش هنركز على شرح الديزاين بنسبه كبيره، هنركز على الفانكشناليتي او عمليه الوظائف بتاعه الرياكت نفسها. لو انا مثلا جيت هنا في البوت ستراب مثلا، وشفت عندي في حاجه اسمها اللي اوت، الحاجه دي برضو لازم تبقى فاهمها، اللي هو الجريد، الجريد سيستم ده حاجه موجوده في البوت ستراب وموجود في السي اس اس 3. فلو انت مش فاهمه يا ريت تروح تفهمه، لان انا مش هشرحه بالتفصيل، احنا هنستخدمه مباشره. الجريد سيستم ده باختصار شديد ان انا بقسم الشاشه بتاعتي، دي الشاشة بتاعتي، فأنا قسمتها إلى عمودين، وممكن أقسمها لثلاث أعمدة. طبعا ممكن أنا الشاشة عندي بتبقى 12 عمود. فلو أنت مش فاهم الكلام ده، من فضلك روح راجعه وافهمه تمام. ليه؟ لأن إحنا هنحتاج نعدل عليه، وهحتاج إن أنت تكون فاهم التفاصيل دي قبل ما نكمل في الكورس. بكرر، أنا مش هشرح الكلام ده بالتفصيل، أنا هدي عنه نبذة سريعة، وأنت المفروض تكون مذاكر الأساسيات دي كلها. أشوفك في الدرس اللي